أحمد انصيرات، عامل وطن مؤثر على تطبيق التيك توك. أول شيء بمهنتي عامل وطن إني أنا قاعد بنظف وبحافظ على النظافة، ومجال التيك توك والسوشيال ميديا بشكل عام بوصل رسائل توعوية من خلال وظيفتي كعامل وطن، وأنا فخور بهذا الإشي اللي بعمله. والله المعاناة الأصعب صارت هالأيام، أقسم بالله لا يا أخي، لما بدك تكب ورقة بدك تكب فاينة كبها زي ما هي، مش تعمل فيها زي هيك. حلمي كان اني اكون بالتمثيل، والحمد لله ما زلت اني بدي اوصل لهذا الحلم، ومن خلال التيك توك قاعد بتشجع اكثر واكثر، وقاعد يعني اقتبس، خلينا نحكي اقتبس شويه افكار من هذا الفيديو عشان اطلع بانا اشي كثير حلو، وباذن الله راح اظني ماشي باتجاه حلمي.